صليبين عماد أسمهان وديار، فإذا تزينا بموهبة الروح القدس يرفعا إليك المجد والشكر وإلى أبيك ومبارك وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. إلى مقدس الأقداس ومشرف الخدم السرية، إلى رئيس الكهنة الذي سبق فعلمنا إيلات التنقية بمياه الأردن ونهج لنا طريق الحياة لينقينا من خطايانا والمرض. الصالح الذي له المجد والإكرام على هذا العماد المقدس وفي كل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. أيها الإله الذي صار إنسانا بمجدك وولد بالجسد من البتول القديسة في نوع لا يدرى، ليقرب البشر من التبني لوالده فيجعلهم أبناء بالمياه بالماء والروح. يا مصور الأجنة في الأحشاء الذي جاء فصار جنينا ليجدد صورة آدم، وقد شاخت وأفسدتها الخطيئة بولادة جديدة من الحشر الروحاني الذي هو المعمودية. يا غير محتاج أدى وتعمد ليقدس بحياته مياه الأردن، يا ابن العظمة الذي حنى رأسه أمام يوحنا المعمدان والآب يصرخ من العلاء هذا هو ابن الحبيب الذي به رضيت، والروح القدس قد نزل وحل على رأسه في شكل جسم حمامة، والقوات الروحانية قائمة في الخوف والرعبة. أنت يا ربنا أحل يمين رحمتك على أبنائك الذين يتأهبون للعماد المقدس، قدسهم وطهرهم ونقهم بزفاك الغافلة، بارك واحفظ شعبك وميراثك، وكما ألبستنا بعمادك الإلهي حلة المجد وطبعتنا بوسم روح القدس المحيي ودعوتنا لنكون بنين روحانيين بالمولد الثاني من المعمودية المقدسة، كذلك أنت يا رب بقوتك القادرة على كل شيء أهلنا أن نلقاك بدلة الأبناء الأحباء والثمار. الصالح الذي له المجد والإكرام على هذا عمادك ونمجدك ونشكرك وأباك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. أيها القدوس الذي يقدسه القديسون ويسكن في القديسين، قدس أجسادنا ونفوسنا مسكنا للاهوتك بحلول روحك القدوس وفعلك، وطهر قلوبنا بزوف حنانك، وانر عقولنا الضعيفه، واجمع اذهاننا وافكارنا من اضطراب هذا العالم، فنسجد ونشكر ونسبح رحمتك علينا ايها الاب والابن والروح القدس الان والى الابد. امين. قد شاق الروح، قد شاق حي الكون، قد شاق اترحم علينا. قد شاط روحه، قد شاط حي الكون، قد شاط ميوته، اترحم علينا. قد شاط روحه، قد شاط حي الكون، قد شاط ميوته، اترحم علينا. ما أبهى وجه الفادي بارك اليوم الأموى، طعم كل عماد من مهاك يرضى الله. وافرحي يا ملوك بارك
شو عم بيعمل فيك هلا؟ ايه؟ بدك تحكي مع المسيح، قل له خليني اصير اعرفك كل يوم بس طوع. قل له سألني اتعرف عليك أكثر. وقفتني أمي هون بس مش عم بفهم كثير. قل له ساعدني افهم. هو بحبك. وأنت كمان بحبك. ايه؟ نسأل يسوع والعطرة. أمه يسوع عنده أم اسمها مريم. انت هذا رح يصير اسمك بالمعمودية مريم، انت بصير عندك اسم واسم تاني جوزيف. جوزيف كان خطيبة لمريم وكان ربي يسوع اللي بعدين قام وعطينا روح القدس. رح نوقف هلا هون بالنص. الله الآب القدير الذي خلق كل شيء واسمه أنا هو الذي هو، وبذلك المجيد ابن الله الذي صار إنسانا وأذل سلطان الشرير وقد حنته محبته، فأقبل إلى خشبة الصليب والموت كي يخلص آدم وأولاده من عبودية الخطيئة. أختم وأقطع هذا الحمل الذي جاء ليصير مسكنا للروح القدس. باسم الآب آمين. والابن آمين. والروح القدس آمين. أختم وأطلع هذا الحمل الذي جاء ليصير مسكنا للروح القدس. باسم الآب آمين. والابن آمين. والروح القدس آمين. أنت بتعرف الغلطة الساعة مش نعمل الباب. هلا بدك تضل وقت خليك حد خليك هلا يبرم وجهه صوت صوت ليل، هنيك في ليل عدل
الماضي يستحوا يعملوا الشر بالنهار، يخافوا من حكي الناس. إن شاء الله صار يعملوا بالنهار وبالليل. من هيك كنا بنوقف وندير وجهنا صوب العدم، يعني محل اللي بيكون فيه شر. رح ننكر الشر مش هيك؟ نقول له ما بدنا اياك. هلا بتقولوا انت على صوت عيني مع كارلا ومع شارلي، سمعت؟ بتقولوا معنا شو بقول ابونا من هيك ورا؟ شو بقول انا بدعي؟ سكري يا دكتور. اكفر بك ايها الشيطان، اكفر بك ايها الشيطان، وبجميع تعاليمك، وبجميع تعاليمك، وبكل ما هو منك، وبكل ما هو منك. اللي بيسمع كلمة أمه بيكون شاطر ولا مش شاطر؟ شو بدك؟ واللي ما بيسمع بضل شاطر. نحن قلنا للشيطان نتمنك شاطر، ما بدنا منك، شايف؟ ما بدنا منك. ما نسمع كلمة الرب بحبنا بيعلمنا نعرف منين. خلينا بتقولوا وراي، انتوا عم تقولوا هلا نحن بدنا نؤمن فيه، بدنا نصدق انك بتحبنا للي خلقنا لعلك. اؤمن بك يا الله الآب، اؤمن بك يا الله الآب، وبابنك ربنا يسوع المسيح، وبابنك ربنا يسوع المسيح، وبكل تعاليم الكنيسة الواحدة، الجامعة المقدسة الرسمية، الجامعة المقدسة الرسمية. التفت اللهم الآب إلى هذه المياه الموضوعة في هذا الحوض الصغير أمامك، وليأتي روحك القدوس وليحل فيها وليملأها قوة لا تبقى، وليباركها ويقدسها ويجعلها مثل الماء الذي جرى من جنب ابنه الوحيد على الصليب، فيتطهر ويتقدس ويتنقى من اعتمد فيها ويلبس لباس البر ويتوشح وشاحن سماويا ويتمنطق بدرع الايمان في وجه صيام الشهرين، فيصعد المعمدون من هذه المياه وقد تطهروا وتقدسوا ولبسوا سلاح الخلاص، ويرفع المجد اليك ايها الاب والى ابنك وروحك القدوس الان والى الابد. امين. اسمها مريم نعجة في رعية المسيح ببيت المسحة الإلهية الحي، بسم الآب آمين عن
الجبريل آمين وروح القدس للحياة الأبدية آمين. يوسام ديليا جوزيف حملا في رعية المسيح بزيت المسحف الإلهية الحي باسم الآب آمين والابن آمين والروح القدس للحياة الأبدية آمين. هذا الزيت بدل إن روح القدس بخلينا كمان نصير قراية نسمع الكلمة مش نحن يابس لا نغذي والنعم تبدو مثل العذراء شايف بدأ تقرب راسها طب راسها شوي فوق قرب جهة أبونا مالك قرب هناك أنا أخلص قرب جهة عندك لا 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 مريم نعجة في رعية المسيح بسم الآب آمين والابن آمين والروح القدس للحياة الأبدية آمين. وطي راسك نمسي برافو. يعمد ديليار جوزيف حملا في رعية المسيح باسم الآب آمين والابن آمين والروح القدس للحياة الأبدية آمين. وليسمى باسمك وباسم ابنك الوحيد وروحك الحي المعزي وغافر الذنوب وليتقدس جسد عبديك المرسومين بك ونفسهما وليتثبت ضميرهما بمعرفتك وليمتلئ ذهنهما من الايمان بك ليرفعا اليك المجد والى مسيحك وروحك الحي القدوس الان والى الابد امين. شيء منا لعمادي تعمدنا هيك صرنا اخوة يسوع بنتعلم كيف نصير اخوة هلا بنسميه تثبيت بثبتنا الله بيعطينا روح القدس محبة الله يعني قوة المحبة شايف شو بيعطينا هلا قوة المحبة بميرون المسيح إلى رائحة الإيمان الحق العذبة طابة ومدء نعمة روح القدس تطبع أمة الله اسمها مريم باسم الآب آمين والابن آمين والروح القدس آمين. يطبع عبد الله ديليار جوزيف حملا في رعية المسيح باسم الآب آمين والابن آمين والروح القدس آمين. خليكم بدنا نسحبكم البيت عن بيتكم هلا تعمدنا
صرنا أولاد كويسين، أولاد الآب السميع وبنينا يسوع علينا، وعطينا روح القدس لنقدر نحبه ونحب بعض. ثبت يا رب عبداك هذان في قداسة النفس والجسد، كملهما بموهبة الروح القدس، وقد نفسيهما في سبيل وصياك المحيي، لكي يؤهلا للتنعم بفرح التبني ولميراث الملكوت السماوي. أيها الآب والابن والروح القدس، لك المجد إلى الأبد. آمين. بدنا نعمل بالمنيح، نمشي بالكنيسة نبرم المنيح. شو يعني بالمنيح؟ يعني نقول للرب أنت اللي بتحبنا، نحن رح نلحق أقوالنا بتقلنا روح. إيه؟ نحن ومريم نمشي مع المسيح، هذا معناه التوحيد. إيه؟ نحلونا حلونا. وزعونا بعضنا بعضنا. صار يحق لهم اذا بكفوا
صرخوا ويقولوا لله لبين السماوي أبانا، قولوا أبانا بينا. تعلموا بكرة شو اللي عملناه تنقدر نفتح كمنا مثل يسوع المصرف لبين السماوي يقدسنا نعمل محبة. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشر، لأن لك الملك والقوة والنصر إلى أبد الآبدين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، يا من ذهب مغفرة الخطايا للمولودين بالماء والروح من المعمودية والميرون، أنر قلب عبديك لذين تعمدا، وكما أهلتهما أن يكونا ابنا نعمتك احفظهما بحنانك في ذخيرة البنين الثابتة، ارتضي بهما وقد تطهرا بمياه عهدك المقدس فيكونا من الذين هم كهنوت فلوكين، أمة مقدسة، شعب مهتدى، جماعة مباركة، ولا تسمح عند تعاليهما عند الموت من ثوب جسدهما هذا المنظور أن يتعاليا بك أنت المسيح الثوب الخفي ليس المنظور، بل كن لهما يا رب ثوبا جديدا لا يبلغ أيام